السلام عليكم خاوتي أزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينك دي زد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفضح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي خواتاتي، ما تنسوش بارطاجوا الفيديو تاعنا، ولا حبيتو ديرو لنا امتلاك خاوتي باش التفاعل يزيد في القناه تاعكم ان شاء الله، ويلحقوا البزاف اموني باذن الله. جمعه مباركه لكل الشعب الجزائري والامه الاسلاميه. اللهم بارك لنا في حياتنا، اللهم ابعد عنا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين، وخاصه عند اخواننا التوانسه والجزائر والمغرب وكل العرب اجمعين وعن كل العالم باذن الله. الخوا اليوم بعثوا لي واحد ديكلاراسيون قويه جدا تاع اللاعب الدولي السابق صانع ملحمه مكسيكو فضيل مغاريا، احسن مدافع محوري في تاريخ الكره الجزائريه، احببنا ام كرهنا. جبنا لكم ديكلاراسيون تاع مغاريا، واذا قدنا الوقت نزيد لكم ديكلاراسيون تاع رئيس تاع واتسلي، اللي معنا لواحد السيد قال لك هو سبابي، وانا على بالي شكون، وهو في الفيديو غادي نقول لكم شكون اللي هذا راهي معني عليه رئيس تاع واتسلي. بصح احنا لا ديكلاراسيون اللي عندها اهميه هي لا ديكلاراسيون التصريح تاع فضيل مغاريا الذي هو لاعب دولي من احسن ما انجبت الكره الجزائريه، مايسترو في الدفاع، في وقتنا كنا نعيطوا له باللومي تاع لا ديفونس، فنان ما كانش خوه. ما تقول لي حتى ديفونس يضرب وخك، ما تقول لي والو، واحد ما يلحقهاش مغاريا. هو لاعب سابق في اولمبي شلف من طينه مكسي تاع لي زاني 80، ولعب في النادي الافريقي، دار التاريخ في النادي الافريقي. مغاريا جبد روحه هذا العام، كان مسير فعال في نادي واتسلي، تعرض لحقره كبيره في نهايه في مباراه بلاي اوف ضد شرغوم العيد وضد الاربعه. هذا السيجي نقدر ندير عليه كاش عفسه لي بروشان جور، ولكن التصريح اللي شد انتباهي هو تصريح تاع مغاريا، قصف فيه قصفا مبرحا لزطيوش ولكل أزلام الفيدرالية، وطلب برحيلهم وصل توصل معنى المدور. باش نكون مفهم، رومبو الرابطة ما يتفهمش مع مغاريا، وليسونسيان تاع جوار تاع شلف تاع ليزان كاترو ما يتفهمش معاهم بكري، باسكو مدور كان يلعب معاهم رومبو وكان رومبلاسو، ما كانش يلعب بزاف على بالي، ولكن هما من الأول ضد رومبو الرابطة وما حبوش يشتغلوا معاه. ولكن رومبو الرابطة ما تعرفوا فيلسوف ويدخل روحه مليح الولاية، راك تعرفوا الافان صالح، قوة اقليمية رومبو الرابطة. هذه هي، غادي تسمعوا لا ديكلاراسيون خاوتي، ومن بعد نهضروا غاية الغاية. تصريحات قوية، وللاسف عنده الحق خونا مغاريا، لانها تصريحات خطيرة وخطيرة جدا. غادي نسمعوها خاوتي في رحبة، تفضلوا واش قال. بيت مجددا، شوف هادو قال لي لا بلايوف اللي كاع ما كاش منا، انا عمري في حياتي ما شفت بلايوف كما هذا، عام كامل وحنا نجبدو ماشي غير واتسلي، اخرين يجيو الجماعه اللي لعبوا لا عام كامل هما يجبدو يخسروا دراهم يديروا كاش عندهم وما تلعب، هادو في يوم كاس ناري، هادو المسؤولين اللي داروا، هادو المسؤولين اللي داروا بلايوف، نقول لهم ربي يهديكم، انا كون جيت كما هما انا كي راه زدتي نورمالمون واحد ما يقعدش، نورمالمون راك تقول حكومه جديده كاع يروحوا ما يقعد حتى واحد، ما دام قلعوا زدتي وتخليه كاع تخليهم، تقلع راسه وتخليه 20 راس. نورمالمون غير عادي، بارك الله فيك، والله غير نورمالمون ينقلعوا كاع يروحوا، حشومه عليهم ربي عندنا حشومه عليهم، المسألة لا يسار في دير والله ما صارت في بلاد واحد. مثلا اليوم وراهم قاعدين كثر خير شيء كثر خير بالماضي اللي جاب كوب دافريك، هما خاطرهم راك تشوف اللاعبين ما عندنا حتى جوار يلعب في الفريق الوطني، وراهم اللاعبين وراهم قاعدين وراهم يهضروا ويتكلموا، شا تكلم؟ تاكش ما جيت بالماضي هما
وتخليهم كاع في النهار نورمالمون كاع يروحوا والله واحد ما يقعد هذه اللي نقول انا باسكو انا حقرنا حقرنا حقرونا حقرونا والله على حقرونا الزاني دوكا ميكو واحد ولا حقرو معاهم كامل وحنا نخدموا وحنا الاخرون غادي يجي ربي في التعقيقه يخسرنا والا وغير خسرنا فوتبول والله ما تغيضها شغلهم العيب كما يقول لك يستاهلوا يلعبوا يستاهلوا يلعبوا خير منا كل فرق تستاهل كل فرق تستاهل كل فرق تستاهل خليه مع ضميره وراهم جايين على الواشير وربي الكيلو ربي يكرمنا ان شاء الله تخرج فيه ما تخرجش لولادو تخرج فيه باسكو حقرنا يبدو اسمع يا بشار اسمع واش داير فضايح هكذا وراح لليوناف مع عند عبد الفتاح هذاك تاع صاحبكم شتا قال مغاليه قصفكم كاع قال لكم لازم يروحوا كاع يهضر معها وين تاع ما حبيتش تسمعوها خرجوا الشياطين والمداحات لا خير نحو خير الدين جابونا شرف الدين كارثه مور كارثه قال لكم مو كاع شاركوا في هذه المهازل كاع شاركوا وقال لكم ضافي جابها بالماضي ما جابهاش زطيوش ولا مجمع لي قالوا زطيوش هذا مغاريا فن تاع الفنون تاع الدفاع وعاقل عمره ما دخل خلط روحه في فوتبول الجزائري هاد العافي بالي جابوه هو تسلي حاولوه باش يعاونهم خاطيه هو من 94 حبس البوله ما داش كاع بالفوتبول الجزائري وعنده لي تيت في تونس دي كوب دافريك سوالع سيد فن تاع بوله خاوتي فنان شفتوا لي فوتو تاعو فنان وحقيقه هو تسلي حقروهم بينارتي بالاب راكم تشوفوا في لي زيماج بينارتي بالاب نحاوها لهم ساكن صح ويقولوا تسلي هذه ثاني كتحقر في الالي في الروتومي كتروسوفي وقال لك انا عمري ما شفت هذا الخبت في الفوتبول الجزائري كيما هذا قال لكم ما جامي عشت هذا الخبت اش قال لك تبدلت بارابول الوقت تاعنا على ليبوك وي عندها صح فوت المغاربه قالك نحيتو الراس وخليتو كاع الازلام قاعدو من تهضر يقولك وري هذا الفساد وري يجيب التشاؤم راهي باينه راهي باينه يا عباد الله راهي باينه الي روتور باللي فساد يعم في الكره الجزائريه وباغيين كالكوزان يخرجوا لا سكتوا كلش ما تهضروش ما تنتقدوش نعم ما تنتقدوش حنا لسنا تابعين لاي طرف نعودها ونكررها هايا ها رومبو رابطه ضربه قال لك يرحلوا كاع باسكو رومبو رابطه ما يتفهمش معاهم دونك نعطيكم لا ديكلاسيون تاع الرئيس تاع هذاك يسموه شيراني ولا كيسموه شيراني اللي قصف فيها رومبو دونك نعطوها لكم هايا اسمعوها من بعد نولوا ثاني بالماضي جاب كوب دافريك صافا اي بالماضي جابها هيا موتوا بغايتكم يا شردامة الانبطاح العبيد هذا واش الصح تبغوا غير محرس اليوم الرابط التويتر مسيل ما يكذب عليكم عاجبكم الحال مع مسيل ما يكذب عليكم اكسبتين يا رب شعب كي داير الحمد لله اللي عندنا دي زابوني رجال معنا يعرفوا قيمه الرجال هذوك تاع تيك توك خلينا منهم ساكن يجي الوقت اللي يفيقوا اسمع شيراني 6 مليار ولا 7 مليار باش تجي تاع خطأ تحكيمي دخلك في حيط على عيب انا تلاقيت بزاف تهديدات تلقيت عراقيل عاقبوني عشاق فوي عاقبوني وانا ما نستاجر في عقوبة لا نقول له حسبي الله ونعم الوكيل كاين انسان واحد هو اللي جايبها مرايا والله ما نسمع الولاي ومدين شكرا جزيلا ونعاودها رومبو خويا هذه على رومبو هاي لا نقول له حسبي الله ونعم الوكيل كاين انسان واحد هو اللي جايبها مرايا والله ما نسمع الولاي ومدين شكرا جزيلا رومبو نعاودها على بالك الله ونعم الوكيل كاين انسان واحد هو اللي جايبها مرايا والله ما نسمع الولاي ام الدين شكرا جزيلا حرام بخويا وين نروح بك راه بخويا وين نروح بك هو تسلك على يدعي عليك راه بخويا والله بتاع راه بخويا حلفت فيه وجبت لها الرقاد ما تطلعش ما تسلي ما تطلعش ما قالوا لي يا زعما قالوا لي قالوا روبو انا ما تسري خلط لا روبو من تعلف في وعد والله غتجيب لها رقاد ها روبو مسلفين مكتفين ها لعبوك روبو ارقد نعم اخويا قال لك حسبي الله شيراني بالخلاط تاعه بالقياده تاعه هذوك الديجي تاع الديوانه الحبوبه صاحبه تاع بجايه
ما طاكش رومبو رومبو دلا هاك 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 والله ما راك طالع هاك الا او با 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 هذا شيراني خويا رومبو ما طيق لا رومبو رومبو الدوله دوله كومبلي ما طاق قلت لها تمام انك رومبو غادي يزيد موندا في الرابطة عادي يدير لهم هاك انا باش يجي كونتر رومبو باش يقدر يرئس الرابطة والله ما ندخل روحي كاع انا هضرت في الفيديراسيون صحيح كاع تخرويض بقات غير في رومبو الله يسهل على رومبو والله ما انا غير ندير فيديو نقول لهم هيا زاد كملت العوده بالعود وصاي واه خويا شفتوا الفساد تاع الكره الجزائريه خاوتي مغاريه يشتكي من كل شيء دبحوا له ليكيب تاع حقيقه هذا بلاي اوف جريمه هذا بلاي اوف الخاوه كيف الناس كاع العام شامبيون بعد لها بلاي اوف وشوف مازال ندير لكم سيجي على الشامبيون على الكارثه مع لاكاف تبهدله وجبت لكم لافا تاع المغرب والتوانسه اللي حنا عندنا زيرو في افريقيا ويجي يخرج لك بو متنن يقول لك انت تاع انت عدو المنتخب عدو بالماضي انا راني عايفين بالماضي ليل ونهار تقول في دعايه المداعات يا المداعات روح هذه خلينا عن بابك هذه يا خاوتي ما قال يقصف ويعترف بالفضل الكبير اللي بالماضي في كاس افريقيا قال لك الاخرين كاع كافواش كاع يروحوا فوالا خاوتي اعطيناكم هذا الفيديو وان شاء الله تعاونونا بالبارتاج وما تنسوش تاني ما تنسوش تابونوا ان شاء الله معنا في القناه فلوغاس تاعنا تاع السياحه اللي راه فيها غادي ندير فيها دي فيديو ندير فيها بول مون 3 فيديو بصح عاونونا خاوتي بالجام وبلابوني ان شاء الله فيها وغادي نفرحكم فيها ان شاء الله تحيه لكم وانتو دي براجيل والسلام عليكم.